بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا هذا إن صدقت مع الله صدقك، من هذا الذي وقف بباب الله فطرده؟ حاشاه. من هذا الذي صدق مع الله فخيبه؟ حاشاه. ما وجدناه إلا حليما رحيما، ما وجدناه إلا كريما عظيما، يفتح لك أبواب الفرج من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. وما من عبد يدعو في كرب ويصدق مع الرب إلا أعطاه الله إحدى الحسنيين. إن كان علم سبحانه أن كربه يفرج فرج عنه عاجلا، وإذا علم سبحانه أنه سيأخر عنه الفرج رزقه اليقين والإيمان والتسليم، حتى إن البلاء يعود عليه نعمة وسرورا. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. إذا كنت واثقا بالله وناديته وناجيته صادقا مؤمنا متوكلا عليه، إما أن يفرج كربك وإما أن يفرغ عليك من الصبر واليقين حتى يصبح العذاب لك رحمة وتعلو درجتك ويعظم أجرك ويغفر ذنبك ويقضى دينك ويبدد همك وحزنك. ولذلك في البلاء وفي الشدة والعناء سرور بمناجاة الله لا يعدله سرور، ما أسعدها من لحظات وما أسعدها من ساعات طيبات مباركات إذا خلوت بربك وبثت إليه أحزانك واشتكيت إليه أحزانك وبثت إليه ما تجده من الكرب ومن الهم والغم، فسألته وناجيته ودعوته وثقت به سبحانه وتعالى. أسعد الناس من جعل شكواه إلى الله ولم يشتكي الله إلى خلقه، أسعد الناس من جعل يقينه بالله ولم يجعل يقينه في زيد وعمر. تصور لو قال لك صاحبك سأكلم لك فلانا الغني الثري ودينك شيء يسير عند هذا الغني الثري، وأنت تعلم أن الحاجة ستقضى، كيف سيكون يقينك بقضاء دينك وتفريج كربك؟ فما بالك بملك الملوك ومن بيده خزائن السماوات والأرض، ما بالك بالكريم الذي يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. اللهم اجعل فقرنا إليك وغناك واجعل غنانا بك، كن غنيا بالله، كن واثقا بالله.